مين بقى من الاجهزه الفنيه اللي اشتغلت معاه وكنت معاه في الاهلي او حتى بره الاهلي لسه متواصل معاهم، او حد من المدربين انت شايف ان هو دايما متواصل معاك او كان ليه دور مع مصطفى عفروتو؟ بص يعني بجد مهما اتكلم من هنا للسنه الجايه كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد. اه طبعا الراجل ده وقف معايا في حياتي في حاجات كتير قوي، في محطات كتير قوي في حياتي، بجد 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 انا بشكره من خلالك وبشكره من خلال قناه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بجد من الناس اللي هي ليها فضل وخير عليا كبير جدا جدا، يعني مهما اتكلم مش هقدر اوفي حق كابتن سيد من اللي هو بيعمله معايا لحد دلوقتي على فكره، يعني لحد دلوقتي على طول بتواصل معاه وبيتواصل معايا، وعلى طول في امور كتير قوي لولا كابتن سيد ما كانتش الامور دي كانت هتمشي يعني في حياتي. تعرف ان الكلام ده مش اول مره اسمعه من مصطفى عفروتو، من لعيبه كتيره يعني كذا لعيب، والكلام كله على بره الملعب مش في الملعب بس، فده ان دل على شيء بيدل ان صفات مدير الكوره او شخصيه سيد عبد الحفيظ في الاهلي تحديدا مش قصه ملعب بس واداريات بس، صح؟ لا كابتن سيد يمتاز بالجانب الانساني دايما، انا بقول لكابتن سيد يعني انا بحس ان انت انسان نازل من السماء بجد، الصفات بتاعت اي انسان مسلم متواجده في كابتن سيد، بجد قد ايه خير، بجد قد ايه خدوم، بجد يعني عمره ما يتخلى عنك في اي ظروف او اي موقف، يعني انا شفت دوت، وبالتحديد لما ببقى متواجد معاه في لعيبه كتير بدون ذكر اسماء حللها في حياتها حاجات كتير جدا، فبجد قد ايه انك تبقى بتنتمي لنادي يبقى كابتن من الكباتن بتاعتك كابتن سيد عبد الحفيظ، وتشرفت اللي انا الحمد لله كنت في يوم من الايام هو كان بيشرف عليا في النادي الاهلي، وقد ايه العلاقه لسه ممدوده لحد دلوقتي، مش انا بس، معظم الاجيال اللي عاصرت كابتن سيد، فدي حاجه تحسسك بقد ايه للانسان دوت في حاجه كده. قلت لك يا محمد في الاول القبول ده بتاع ربنا، صحيح، يعني مهما تعمل المستحيل وعايزنا احبك استحاله، استحالة. القبول ده بتاع ربنا، فكابتن سيد ربنا بيحبه، فدايما لما بتيجي سيرته دايما الناس بتفتكره بالخير وبتفتكره دايما. يا محمد على فكره في نقطه مهمه جدا الناس بتبقى مش واخده بالها منها، دايما الانسان لما بتيجي تذكره بتذكر الصفات الحلوه فيه، بس عمرك ما تذكر المواقف، عمر انسان ما يصحى الصبح عشان يحل لك مشكله، معلش يعني انا اسف في الكلمه، في ناس كتير قوي في الحياه ساعات بتتخلى عنك في ظروف انت بتبقى محتاج حد يقول لك كلمه كويسه، فكابتن سيد على طول قد ايه اللي هو مش انا والله لوحدي، قد ايه على طول العلاقه ممدوده، ودايما يا رب مدى الحياه ممدوده مع كابتن انا سمعت سيد، ده فعلا من لعيبه كتيره. فبجد محمد كابتن سيد في حتة تانية خالص حته مختلفه تماما. بأمانة بأمانة، يعني في حتة تانية خالص. طيب لما بتحبوا تهزروا وبتعملوا الجو الفكاهي بتاعكم ده، كان الكابتن سيد بيعمل ايه؟ لا كابتن سيد بص الجميل في كابتن سيد يعني يعني كان بيتفاجئ بالحاجات دي ولا لا؟ لا كان بيدينا مساحة طول ما احنا الحمد لله فضل ليك يا رب مفرحين الجمهور بتاعنا ومفرحين الإدارة اكيد. بتاعتنا، طبعا فدايما كان بيدينا المساحة لدوت، ولكن كانت كل حاجه برضك يعني عارف يا محمد على ايامنا كانت كل حاجه بتعنيه شويه بحفظ شويه، ولكن كان بيدينا وكان بيقعدوا يهزروا معانا، وكانوا ممكن يرموا افيه في النص كده، دايما كانوا بيحسسونا اللي هم اخواتنا يعني اخوات كبار لينا.